السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا شغال على مشروع وشغال في البي أند أي دي وفي بعض البايب الموجودة وعايز أضيف بايب جديدة، أعمل أنا كرييت لي البايب لاين، أجي هنا وأقول له بروجيكت ستاب، أجي هنا عند البي أي أند أي دي دروينج سيتنج وهقول له انا هنا هتلاقي الاند كونكشن، تقدر تختار شكلها يبقى عامل ازاي، اللاين سيتنج لو في تقاطعات هتبقى الشكل ده ولا الشكل دوت، الاعدادات تقدر تصدرها او تستوردها. طيب هاجي هنا الانجينيرنج ايتم، طيب هاجي هنا عند اللاينز هلاقي بايب لاين وهلاقي سيجنال لاين سيجمنت، هقول له بايب لاين تمام، هتلاقي ان هم دول اللي موجودين، فتقدر تعمل edit line لأي خط فيهم وتقدر تضيف خصائص. طيب لو أنا عايز أضيف line جديد هقول له new وهقول له line. طيب خلي بالك plus name لازم ما يكونش فيه مسافات، display name هو ده اللي تقدر تعمل فيه مسافات بالشكل دوت. اوكي تمام، عمل لي خط جديد اسمه line. اقدر اعمل edit لللاين دوت، اشوف الخصائص بتاعته، اشوف له الراو السهم هيظهر ولا لا، هقول له يس. الفلو الراو ستايل تختار الستايل بتاعك، اللاير خلي اللاير حاليا، الكالر الاس لاين تايب تختار ان اللاين تايب يبقى عامل ازاي، البلو ستايل ابدا اشوف الاختيارات بتاعتك وبعد كده هقول له بليز جاب بروبرتي، اقول له واحد تمام اوكي. طيب وبعد كده ممكن تشوف الخصائص البروبرتي نيم تقدر تشوفها، البروبرتي ديسكريبشن تقدر تكتب وصف لاي خاصيه فيهم، الديسبلاي نيم، الديفولت فاليو القيم الافتراضيه فتقدر تختار القيم والسايز الافتراضيه، البروبرتي تايب. بعد كده مثلا ممكن تعلم على حاجه ريد اونلي اللي محدش يقدر يعدل فيها، مثلا مش عايز حد يعدل السايز، مثلا لو عايز حاجة فيهم تختفي اعمل علامة صح عليها تمام، وتقدر تضيف بروبرتي جديدة بحيث الناس تقدر تختار وتظهر معاك وانت لما انت شغال في البرنامج. تقدر هنا تشوف التاج فاليو هيبقى عامل ازاي، تقدر تضيف اكتر من تاج فاليو، وتقدر تشوف الانوتيشن الشكل بتاعك هيبقى عامل ازاي في الاربع اعداد دول، تشوف تضيف حاجة ثانية تعمل اديت ليها وهكذا. في الاخر هقول له add to tool palette، خلاص اضاف apply اوكي، اهو الخط اهوت، تقدر تسحبه وتطلعه فوق وتقدر في اي وقت تستخدمه تشتغل بيه زي ما انت شايف، حاجة شيك كده على ذوقي.